اتفضلوا يا اولاد. ده كان امتحان الثانويه العامه سنه 2019 الدور الاول. لذي او لي ستك استقر هذا النص تويش بازيس ومختار لوبون جروب مجموعه صحيحه. دي يا اولاد عباره عن ايميلات الناس بعتلها على النت بيطلبوا مراسلين، ناس عايزه حد يراسلها يعني. فالاخت كارولين بتقول سالي ريسبكتيف ايه ريسبكتيف؟ اهلا بالناس اللي بتهتم بالرياضه سواء ذكور او اناث. اهلا بالرياضيين والرياضيات. مواجه دور الاسبور، انا بعشق رياضه. جوفي دولا جيمناستيك بمارس الجمباز. دولا تاسيون سباحه. ودي تنس وتنس. سيفوز يمين اسبور لو بنحب رياضه زي حالاتي شطان فوميل مستنيه ايميلاتكم. ده الاخت كارولين. بول قال مواجه سوي باسيوني، انا مهتم شغوف ده انفورماتيك بالكمبيوتر. احنا عندنا يا جماعه كلمتين معناهم كمبيوتر، واحده اسمها اورديناتور ده الجهاز نفسه، والانفورماتيك ده علم الكمبيوتر اللي هو الحاسب الالي يعني. انا شغوف بالحاسب الالي. في المساء لوسوار جو سيرف بصف على النت او جوجو او جو فيديو او بلعب العاب الفيديو البلاي ستيشن. جادور سوا بعشق هذا. مي ولكني جيلسبي بادو تو. بادو تو ده تعبير يا اولاد نفي اطلاقا ابدا، ولكني لست اطلاقا رياضي. سي جي ام لانفورماتيك لو بتحب الكمبيوتر نزيد با لا تتردد امونفويي انك تبعت لي ان ايميل. بول سالي دي بقى ساندرين بتقول سالي تو الموند اهلا بكل الناس. جابيت دون زامبتي فيلاج ساكنه في قريه صغيره. مي النيابا لكن لا يوجد ان جران شوز، لا يوجد جران شوز افير السي، لا يوجد حاجات كتير نعملها هنا، لا يوجد اشياء كتير كتيره نعملها هنا. لو ويك اند في الويك اند جوفيه دلوكيتا سيو بمارس فروسيه مركب خيل او سيكليزم مركب عجل. جوفيه دو برومنات بعمل نزهات افيك مونشيان مع الكلب بتاعي الصديق الوفي ده. جملة كمباني بحب الريف. مي ولكني جوشيرش ببحث عن كورسبوندون مراسلة، ببحث عن واحدة تراسلني تكون عايشة في المدينة. دي الأخت ساندرين. اتفضل كارولين بتحب تمارس ايه؟ لا بلانش فوال ولا ناتاسيون ولا سيكليزم ولا كيتاسيون؟ لا طبعا الناتاسيون. جوي ادور جوي على الاورديناتور اللي بيعشى يشتغل على الكمبيوتر ده الواد بول اللي هو ده بول. ساندرين فيس بروموناد. ساندرين بتعمل نزهاتها مع مين؟ مع الكلب. في الويك اند ساندرين البنت الاخيره برضه بتلعب تنس، بتركب خيل، بتصفح على الانترنت، بتمارس سباحه. لا طبعا بتركب خيل. بولد تيست. بولد بيقرا ايه؟ بيقرا رياضه. كارولين بتحب جدا ايه؟ برضه بتحب الرياضه. ماشي دي كده يا جماعه كانت اول قطعه. ماشي القطعه الثانيه بتقول لي سو تكست اقرا النص بوي شوازي لو بون جروب ثم اختار المجموعه الصحيحه. لافيل اولا كمباني المدينه ولا الريف؟ ليزي سيزيو بنيون اقرا هذه الاراء. ديزيريف للتلاميذ مدرسه فيكتور هوجو اباري. ديديه عمره 15 سنه بيقول لافيل المدينه سيبلي براتيك اكثر تنظيما. بورفير دي كورس عشان نعمل شوبينج. ايه بور سورتيو للخروج؟ انترو فاسيلمون نجد بسهوله ام بارك منتزه حديقه عامه. ان بيبليوتيك مكتبه وسينما او باتينوار ساحه تزحلق لو مارس الباتيناج او الباتان. انا كمالي في الريف اونيل وان سلمون احنا فقط بعيده عن الضوضاء بس. يعني الميزه الوحيده اللي بيقول فيها الريف هو ان انا بعيد عن الدوشه بس، لكن عموما الواد بيحب ايه؟ بيحب المدينه. الواد دي ده بيحب المدينه. طيب ياسمين عمرها 17 سنه بتقول لك
جبريفيل لا كمباني بفضل الريف ماشي باسكو سي كلم انه هادي لي ميزون محلاء المنازل سون جراوند كبيره ام بيتوفار نستطيع ان يكون عندنا او ممكن يكون عندنا انشياء او انشاء قط او كلب ام بيفير دي سبور ممكن نمارس رياضه ام بلانين في الهواء الطلق جوي ديور ونلعب بالخارج كلمة بخارج يعني خارج المنزل يعني خارج المكان افيك لي كوبان مع الاصدقاء الاخ علام 15 سنه عفوا يا ولاد بقول لك ضل فيه في المدينه اللي يطرد بروبي فيه دوشه جامده قوي دي فوتي عربيات دي بيس اتوبيسات دي تاكسي تاكسيان جو بريفير لا كومباني الاخ ده بيحب الريف الاخ زي ياسمين بفضل الريف باسكو لير بيور الهواء نقي ليزوازو العصافير شنط بتغني ايه سيبلو كالم وده اكثر هدوء ماشي اليكس 18 سنه بيقول لك انا كمان في الريف سيترو كالم هادي جدا سي اون يوم ممل الياترو دو انيمو في حيوانات كتيره جدا عندي في المدينه سي بلوز انتريسون اكثر اثاره وتشويق شويق اكتر يعني بور جيل الشباب الياترو دو اكتيفيتي فيه انشطه كتيره جدا لهم السبور الرياضه قصدي اللي ترانسبور الموصلات سنتري فاسيل سهله سي سوبر شيء رائع ماشي الولاد ده بيحب المدينه وده برضو بيحب المدينه والاثنين دول بيحبوا الريف ماشي سودو كمان بريزنت وظيفه اللي بتقدم ام فريم دردشه عن الحياه في المدينه فقط في المدينه والريف في الريف فقط ني اون في لا في المدينه ولا في الريف لا طبعا دي مدينه وريف ديدي ولا ديدي ولا ماشي اونلي مهم عندهم نفس العمر هما الاثنين 15 سنه نفس الميول لا نفس الراي والبوان دي فيو بوان دي فيو يعني وجهه النظر لا طبعا هي الاجابه الصحيحه نفس العمر اليكس الولد الاخير تروف لافي شايف ان الحياه في المدينه اونيوز ممله ده في الريف هو شايف الحياه في الريف ممله لا كلم هاديه في المدينه برويونت مزعجه انترسانت شيقه دي الاجابه الصح اي طيب ياسمين واليكس لا ياسمين وعلاء ياسمين وعلاء الاثنين دول مالهم دول بيحبوا الريف دول ديتست بيكرهوا نيم بابا ما يحبوش نيم بريفير بابا ما يفضلوش طبعا باينه قوي واضحه جدا بيحبوا بور ياسمين بالنسبه لياسمين الله كمالي في الريف ياسمين بتحب الريف يوجد بقى يوجد ترود بروبي دوشه جامده الهواء ليس نقي الحياه هاديه المواصلات سهله لا الحياه هاديه ديديه ديديه الواد الاولاني فواكو شايف انه في المدينه سي فاصيل سهل الذهاب الى السينما سوبر بريد تنزه في الطبيعه تجد هدوء يكون عندك كلب او قطه لا طبعا الذهاب الى السينما هو الواد قال هنا اهو ماشي ننتقل يا اولاد الى السيتياسيون المواقف فوفوز انفورمي تستعلم سيلبري عن سعر قميص تقول ايه؟ سي كومبيا دي اجابه صح سي تالامود سي كالتاي ماس كام كالكلور لون ايه؟ لا بور فواجي اون تران عشان سافر بقطر تقول انا رايح المطار لا ده الطياره رايح البور لا ده المركب رايح المحطة ده بتاع القطر فعلا رايح الاستاسيون ده المترو
صديق فودوموند يسألك سكل فوق ماذا يلزم عشان تمارس تنس؟ يلزمك ايه تمارس بيه تنس؟ تقول له مضربين وكرة دي صح، كرة وكوتشي لا، دي كرة القدم دي، مايودو بقى ده سباحة، حبل وجوانتي ده تسلق الجبال اللي هو السكالاد، فوت دي سي بتكره ليزاليمون سكري، بتكره الأغذية السكرية، تقول أنا بكره أحط ملح في الغذاء في الأغذية، بعشق آكل جاتو، لا ده هو بكره، ما بحبش الحلو دي تنفع تزعع، بحب جدا الشوكولاتة، لا طبعا، ما بحبش الديسير الحلو اللي جاب رقم سين. فودو مندي بتسأل توريست سائح عن رأيه في بلدك، تقول له ايه؟ لوكيل اوريجين من اي اصل او منشأ تكون؟ لوكيل بيه من اي بلد تأتي انت جاي؟ كومون فوترو فيه، كيف تجد بلدنا؟ انا شايف ان مصر جميلة جدا، طبعا انا بسأل رأيه، فاحنا في يا جماعة السؤال الرأي فيه ايه؟ خمس طرق، كاليتو رافي، كاليتو لوبنيوم، كومون تتروف ديت او كومون فوترو فيه، كيسك شيبونس، ومعاهم ساتو دي. ممكن اقول لك لجيبة مصر ساتو دي، ايه رأيك؟ طب نمرة ستة، صديق فودوموند يسألك قوم بتشتري اين يمكن شراء اللحمة؟ نجيب اللحمة منين؟ تقول له انا بشتري محل الجزارة. فوزافيفا انت جعان، تقول ايه؟ انا عايز اخرج، عايز اكل، طبعا انا اريد ان اخرج، اريد ان اكل، اريد ان اشرب، انا اريد ان انام، لا طبعا انا اكل. فونيت بقى فورما، انت مش في الفورما، تقول ايه؟ انا مش في الفورما، هقول جوسبي امبون صندير في ساحه جيده؟ لا، لو جوسبي بقى امبون صندير تنفع. جوفي بيا جوفي اوليسي؟ لا طبعا جوسبي فاتيجي. لو متساب فودوموند الطبيب بيسالك سيكو فوزافي عندك ايه؟ تقول له جي مال اودو اشرب انا في ظهري تنفع. عندي مقلمه جميله، عملت واجبي، عملت الواجب، عندي معاد، لا طبعا الاجابه الصح باين لان من العام. طيب ننزل الى عشرة، فور ريفيوزي ترفض دعوه صديق على العشاء، تقول له ايه؟ ميرسي جوبيان دو مانجي، لا قطها دي صح. طب جوبيان ريستوران رايح مطعم معاك، طب ازاي برفض لو رايح معايا؟ موافق بكل سرور، طبعا لا ده كده لما كنت بقبل، و جادور صا بعشق هذا برضه لو انا موافق. طيب فوزي كورجي بتشجع اخوك انه يمارس رياضه، تقول له دي وحشه سيليول، سيوريبل فظيعه بشعه، سيونيو ممله، سي سوبر. شوف الاجابات القصيره للنظام ايه، خير الكلام ما قل وجل، كلمه ورد، خير الكلام ما قل ودل، انا قلت ما قل وجل، ما قل ودل كلمة صغيرة، بص كلهم سي، مرة سوبر، مرة اونيو، مرة قريب، مرة نيل، بس. فوتر فريم قدامي الخليج دايما يا جماعة، أقول لكم إيه؟ خلي عندك حصيلة لغوية كويسة، معاك فوكاب كويس، الدنيا تبقى تحت رجلك، وتلاقي كلام فارغ زي كده بتحل بسهولة جدا. فوتر فريم أخوك في دومون بيسألك، سكريا ماذا يوجد في السي دي؟ الله، هدي جملة منين بقى؟ من منهج أولى ثانوي. ايه اللي يوجد في السي دي؟ السي دي اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي هو مركز الوثائق والمعلومات اللي موجوده في المدرسه اللي عامله المكتبه. بس يبقى ايه؟ اكتر من المكتبه بشويه، فيه معلومات ازيد، فيها حاجات ازيد بقى. يعني ما هو مشترك زي المكتبه في ايه؟ انه يوجد كتب ويوجد روايات ويوجد قواميس ويوجد موسوعات. ماشي؟ ماشي؟ ايه تاني؟ وكتاب اطلس. الحاجات دي كلها موجوده. اضافه عليها بقى في ركن الموسيقى، ركن سماع مشاهده افلام، ركن الخرايط، ركن النت، في يعني ممكن تتفرج على فيلم في المدرسه، اسمع مزيكا في المدرسه.
طيب هنا بقى يوجد قواميس واطلس ينفع، يوجد مضارب وشبكه ملابس واكسسوارات اكيب مودز بور مستلزمات الرياضه طبعا اجابه قواميس واطلس. طيب دول 12 موقف مش كده الجرنال بيقول ايه؟ جبار فاعل الجمله جو، انا مسافر في رحله مع ولاد عمي يبقى مين؟ دي سهله قوي. فو بوفي الي او لسي اومبيس، هل تستطيع ان تذهب مناسك اوتوبيس؟ نعم استطيع ان اذهب اليها في اوتوبيس. يبقى يجريك عشان ضد الشخص يدل على المكان اللي هو مين؟ اللي هو المدرسه. ايديه فكره، الفكره كلمه في ميناء خلاص يبقى كلم. كل ايديه تشيب ريفين، اي فكره تفضل. ايام يا بوصي ما دام ماضي يبقى شيل ده وشيل ده خلاص كده بدات تحل، وده مصدر شيل خلاص اللي هي اتحلت. ايام نصوم ظليه وسينما عمر حط على السينما سهله قوي. لكيت السيو الفروسيه سي، كل عمرها ما تيجي لوحدها، لازم اقول لك كل جور كل سبور كل ماتير كل فروي كده يعني كل عش لازم كله مع حاجه. كو عمرها ما تيجي بعد فيرب ابدا، كو تيجي في اول الجمله. كي تسال عن بني ادم العاقل لكن كويس صح؟ يبقى اكيد السيو سي كوا. جي اشتري شميز، اشتريت قميص، القميص كلمه ايه؟ في ميناء. اخضر براءه باي باي ما تنفعش عشان ده مذكر. بلو مذكر برضه. جري مذكر برضه. مارو وكان في معلومه قلت لكم يا اولاد انه طول ما في سؤال عن صفات الالوان موجود في اورانج ومارو غمض عينك وحط مارو او اورانج وخلصت. ما تنفعش. جافو انا عايز هذا الجاتو، جاتو مفرد مذكر يا بس. تيسور تجور افيك تاسيون، بتخرج دايما مع اختك. كلمه تجور نافيها ايه؟ اللي نافيها يا باد تو يا اما جامي. نو جون سور جامي، لا ما بخرجش ابدا مع اختي. والله ده سؤال عبيط، اللي عامل السؤال ده في حد يقول كده؟ ما بخرجش ابدا مع اختي؟ ابدا دي يعني ايه؟ نفر بالانجليزي يا جماعه. نفي قاطع. الحمد لله مش انا اللي عامل السؤال، الحمد لله. عشان ما عيبش عليه، هو معيب عليه. منطقي يعني مثلا اقول له بتخرج دايما مع اختك تقول لي ما بخرجش ابدا، لا خليها بقى مع بنت الجيران. اه ماشي. بتخرج دايما مع بنت الجيران، لا ما بخرجش ابدا مع بنت الجيران، اه كلام منطقي. عشان محترم، لكن اختي ما بخرجش معاها ابدا ليه يعني؟ ما علينا. اللهم اني صايم. يلا. شوفيز اشتري، عايز اشتري عيش، العيش ده كلمه مذكره يبقى تجيب. فاكرين يا اولاد لما حلفت لكم في اول محاضره وانا بشرح الادوات وقلت لكم اقسم بالله ما في امتحان بياخده من سؤال الادوات؟ هو انا كنت اقسم بالله ولا هحلف كده بقى الصوره يعني كذب يعني؟ مستحيل، مش ممكن يعني اكون بحلف بس عشان اخليك تثق في كلامي، لا انا بحلف لك انا فعلا متاكد من الكلام اللي بقوله. وبالذات ادوات التجزئه اخطر ادوات بتيجي في الامتحان دايما. طب ايه الفا؟ هو يذهب الى البوسطه. طبعا فيربا ليه يا اولاد؟ مع المكان بيقول حرف الجر اه، ومع الاشخاص ياخد شيء. طب هو جاهز جايب لي كلهم اماكن حلوه قوي. او الله البوسطه مؤنثه يبقى الله. المفروض في غلطه في الجمله دي مش انا اللي عاملها، الحمد لله مش انا. الغلطه اللي في الجمله دي ما دام قلت ثم تات وبصيه، المفروض يبقى هنا بصيه، يبقى ليه طالع. ماشي يلا نقلب الصفحه. دوني اعطي الكتاب. اولا مي قلت يا جماعه كضمائر تتحط دايما قبل الفيرب مش بعده. قبل الفيرب امر منفي يا قبل الفيرب جمله عاديه، زي كده من عين جوتيم بحبك. من عين كده تشي منديت انت تدعوني. يعني دايما يا جماعه الضمائرين دول مي وتي يتحط قبل الفيرب. فعايز الضمير بعد الفيرب شيل الاثنين دول. انا بحب دايما اسلوب الاستبعاد ده لذيذ جدا، يخليك توصل الاجابه صح. ولو حصل في اللجنه وده هيحصل يا جماعه عشان عارفين، وانت قاعد في اللجنه بكتير قوي نص الوقت بكتير قوي يكون اللجنه كلها خلاص خلاص امتحان وكل واحد يبص لبعضه ويقعدوا يشاوروا بعض. و
والمراقبين مش عارف يقولوا حاجه مش عارف يسكتوهم. تكلمش يا دول مش بيتكلم هو بيشاور ربع ساعه يمكن اقل وتلاقي اللجنه كلها بس صنبه واحده. اللجنه كلها بقت اجابه واحده مش عايزك تنجرف ورا الكلام الفارغ ده. تذكر دايما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغش، من غشنا فليس منا. ربنا يبارك لنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. اوعى تشك اللحظه ان ربنا يكرمك طالما اديت وتعبت واجتهدت، ثق ان ربنا هيكرمك وهيتبص هيرمي لك الاجابه كده في دماغك من حيث لا تدري. ده ربنا القادر على كل شيء. اوعى تفقد ايمانك بالله. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي؟ فلذلك انا عايزك تبقى واثق من نفسك في اللجنه. اسمك مش عارف حد، اسمك عن نفسك بس واللي اتعلمته مع العبد لله. وافتكر كلامي دايما انك طالما بتوصل الاجابه الصح خلاص اهو اعطي مو ولا طوا، اعطي نفسك كتاب ولا اعطينا انا؟ اعطينا منطقي بس. ايه توم بواند في؟ بواند في كلمه يعني معناها وجهه نظر، ودي كلمه ماسكولاه مذكره. ما دام كلمه مذكره يبقى كلمه مذكره. هي باينه قوي يعني عارف يعني اللي عامل السؤال ده معلش في كلمه يعني ساذج يعني. ولا هو عايز يحط لنا سؤال سهل يشكر. السوديوم لازم تنقله. الاتوبيس من الوسائل المقفوله. من غير اداب اقول اه في اداب اقول بار. ما دام مفيش اداب يبقى سودو بلس اومبيس. سي بنطلون هذه بنطلون جوليزي اهو. دي بقى الاكور مع المساعد افوار اللي شرحناها يا جماعه في الحصه الخامسه. ما دام الضمير ده شخصي الضمير ده عايد على البنطلون جمع مذكر يبقى اشتري في اس. يبقى هذه البنطلونات انا اشتريتها من باريس. ساتوم هذا الرجل سي نفس الفكره عملناها من شويه كده سيو سيكوا هنا برضه يبقى سيكي من سوجر سول. الولد ده بيقدم مشروبات. المشروبات دي كلمه في ميناء وما دام في ميناء بلوريال يبقى فريش. ليه؟ لان دي مفرد مؤنث ودي مفرد وجنب مذكر ودي مفرد مؤنث. تمام الكلام؟ يلا نيجي الايميل. جات لي فرصه اديك الاجابه مكتوبه عشان يبقى اسهل. اوتي بقى اين تذهب عشان تعمل شوبينج؟ بص بقى كده قال لك المفروض يا جماعه ان نبدا بورفير ديكورس في الاول احسن. الافضل نبدا بدي الاول. بورفير ديكورس جوفي سوبر مارشي عشان اعمل شوبينج بروح سوبر ماركت. بس يعني لو عملتها كده شوفيه وسوبر مارشي وفير دي كورس يبقى غلط؟ لا مش غلط. بس انا بقول لك اعمل جمله تبقى لوجيك حلوه شكلها حلو اللي مصحح مريحه للعين بس. الاغلبيه مش غلط يعني؟ لا مش غلط. طيب اكيل ريو الى اي قسم تفضل الذهاب؟ يبقى جبريفيرا لي اوريو دي فروي بفضل الذهاب الى قسم الفاكهه والخضار. وبعدين بوركوا ليه بقى؟ بور عشرين شراء 3 كيلو تفاح 3 كيلو طماطم بس انتهى. وبعدين على فكره يا جماعه مش شرط ان انا احط له كيلوهات يعني. يعني بره عشان نشتري برضه فاكهه وخضار بس. وممكن اقول له برضه جبريفيرا لي اوريون دي برودوي لتيي منتجات الالبان بور عشان نشتري يوغرت عشان نشتري زبادي كفايه. هو ما بيحسبش يا ولاد في كم الكلمات، هو بيحاسب بايه؟ بالمحتوى المكتوب ده كلام سليم ان شاء الله يكون اقصر جمله طالما ما فيش اخطاء ولا جراماتيكال ولا ايه؟ فوكاب. كالسون طبعا يا ولاد ما تنسوش انه الموضوع في الامتحان موضوع واحد مش اثنين، انا بكتب الاثنين بس للتدريب بس انا بزود اللي عندي. يعني هي الامتحانات دي يا جماعه كانت 16 جمله جرامير؟ لا طبعا. وانا الجوال موفر 12، انا اللي بزود من عندي عشان ايه؟ يعني يعني المحتوى الموجود اساسا احط عليه زياده زياده بحيث ان انا لو في افكار ما اتقالتش ابقى انا بعملها. يبقى انا غطيت كل الافكار اللي بيها ابقى بكل ثقه اقول لك امتحانك مش هيخرج بره كتابي ابدا، ما فيش سؤال هيجي في الامتحان بره الشغل بتاعي خالص ان شاء الله. كلمه وين ترانسفور؟ طبعا الكلام ده يا جماعه تعمل واحده الرابعه. الكلام ده تبع الوحده الرابعه. اي وسائل مواصلات
ضمفوط الفيفا مدينتك. ما هي انا اسف ما هي وسائل المواصلات اللي في مدينتك او في قريتك؟ وكلمه ايام بريفيريفو اي وسيله بتفضل بروندو لن تاخذ وبركوا ليه؟ عندك بقى الفيرب سودو بلاستيه ترقل ايه رابيط سريع باساجير ركاب. قلت له في القاهره الياب كودو ومواين ترانسبور على اعتبار ان انا قاهري. في القاهره يوجد بكو مسيو حسين. طب انا من الارياف انا من الاقاليم يا مسيو وبحضر مع حضرتك. ايوه ماشي. لو كتبت في الامتحان ان انا من القاهره غلط؟ لا طبعا. لا طبعا انت مش انت ان شاء الله ان شاء الله كل عايز اقول انا من اسوان وهكتب زي بعض فاهمني. اقول انا مش شرقيه هكتب انا مش شرقيه عادي حاجه يدور رايي. في القاهره يوجد بكو ومواين ترانسبور كثير من وسائل المواصلات كم زي لوترا القطر لافيون الطياره لومترو والاتوبيس. لافيون اللي مويا لبلو رابيد في جنالو ناصر. الطياره هي الوسيله الاسرع بور فواياجي اون تري عشان السفر اللي كان يسافر من القطر عشان تسافر بالقطر تشيبي دو كوبرير لا ناتير. وانت مسافر بقى بالقطر تقدر انك انت تكتشف الطبيعه. لو مترو ايه براتيك المترو دقيق ولطيف ومنظم وموان شير ورخيص. جبريفير فياجي بفضل اسافر اون فواتير بعربيه. كار لا فواتير العربيه برميل ريتي تسمح بالتوقف برتو في كل مكان. يعني تقدر تقف في اي حته براحتك يعني. حلو. اللي كاتب الكلام يا جماعه مش اللي كاتبه والمساعدين بتوعي هم اللي كاتبينه. بس طبعا الكلام مش غلط كلام سليم 100% بس لو في حاجه بضيفها من عندي بقول. فور جانيه عشان تكسب ماتش كيسكي جوير اللعيبه يجب ان تعمل ايه؟ عملنا اربع جمل سون تريني اتمرنوا اكيد فريق ريسبكتي احترم. الفو فوزون تريني بيام يجب تتمرنوا كويس افضلوا ماتش ايوه. الفو ريسبكتي اكيب ادفيرس يجب احترام الفريق المنافس. النوفو باجر دي لوبالون اللي يجب ان تحتفظ بالكره لو انتهى مده طويله. الفو افوار الاسبيري دي كيب يجب ان يكون عندكم روح الفريق. لو عايز ازود جمله من عندي كمان الفو تيري تيري يعني شوط يسدد يعني بكو فير لجول او فيرليبيد يجب تسدده كتير ناحيه الجول. يبقى عشان يكسبوا الماتش يكونوا بيتمرنوا كويس قبل الماتش يحترموا في المنافس ما يحتفظوش بالكره مده طويله يكون عندهم روح الفريق ويشوطوا كتير ناحيه الايه الجول. ده كده اول امتحان. ودلوقتي يا حبايبي مع ثانوية عامة 2020 بيقول لي صمديد النيل السبت الماضي جي في التي احتفلت ميد ستون بعيد بعيد ميلاد 17 مي بارون والدي مو اوفير قدموا لي النوفو بورتابل تليفون محمول جديد سي سوبر ده رائع اون بليس. انا وعلى ذلك اضافه الى ذلك مون جرامبير جدي مع اوفير قدم لي انجين نوار بنطلون جينز اسود جين بون مارك ماركته حلوه قوي. جي ار في تي دعوته خمسه من اصدقائي من صديقاتي كريستين بتقول الكلام ده دعوت خمسه من صديقاتي اباصيلا سوري لقضاء السهره في البيت ونومان جي اكلنا دوبون بلا اطباق لذيذه ايه بيان سور بالتاكيد ان جران جاتو تورتايه كبيره تريبون حلوه قوي. جيرو جاردي ان تريبون فيلم شفت فيلم حلو قوي عمر الشريف. افيك مي كوبي مع صديقاتي جيمبيان ساتاكتور بحب جدا الممثل ده. الا جوي ان جران نومبر دو فيلم لعب عدد كبير جدا من الافلام ونسويت بعد ذلك نوزافون بافاردي راغينا اكوتي وسمعنا مزيكا nous avons nous nous sommes très bien amusés. استمتعنا جدا. في النهايه
ميكوبين صديقاتي سومبرتي رحلوا جي دورمي نمت كونتون سعيده جدا امنوي في منتصف الليل سرير اللقاء كريستين. اتفضل صمديري دي السبت الماضي كريستين سيكوشي نامت الساعة كام؟ الساعة 5 ولا الساعة 24 ولا الساعة 17 ولا الساعة دي؟ هي نامت في منتصف الليل يعني الساعة 24 لأن ميديانا منتصف النهار. عمر الشريف ده عمر الشريف إيه نوع اسم بتاع كريستين؟ اسم أبو كريستين الممثل المفضل لكريستين ولا جد كريستين ولا صديق كريستين؟ لا طبعا الممثل المفضل. ايه الاسئله السهله دي؟ لو جايبين امتحان لاولى ثانوي مش هيبقى بالسهوله دي. يلا كريستين في احتفلت السبت اللي فات بعيد ميلادها بنجاحها بجوازها بفرح برحلتها. بحلاوه ادعو قولوا يا رب كده وتجينا امتحان هيفزع علينا كده. يلا عشان نقفل كلنا ونروح دماغنا. مع ان انا بصراحه انا ما ببصش من نوعيه دي من الافلام من نوعيه دي من الامتحانات. انا عايز امتحان يكون فيه شغل عشان يظهر الناس اللي اشتغلت حقها. لكن امتحان سهل يساوي الناس كلها بعضها خلاص. السبت اللي فات كريستين ارجر دي اتفرجت على الفيلم مع والديها مع قصدي اجدادها لوحدها صديقاتها مع جيرانها. احاول اقول لك بالله عايز سؤال صعب شويه. كريستين عزمت 5 اصدقاء ممثلين صديقات موازين صديقات كريستين حصلت من والديها باباها ومامتها جابوا لها بورتابل على فيلم على جينز على لعل وعسى القطعة التانية تبقى أصعب شوية. يا ريت أنا بحب الحاجة القطعة اللي فيها شغل. يلا ماري إيطاليا على كامباني ماري زعب دريف شيسي جرام براد أجدادها أبيكسون فينير مع أخوها بيير الزوم بصي قضوا 3 ايام انو بليابل لا ينسى لا تنسى. طبعا ده فيرب يا جماعه اوبلي ينسى اهو اوبلي لحد لو كده حط مكانها ار يبقى فيرب اوبلي يبقى انو بلي يعني لا ينسى انو بليابل. يلا من مره على مره بقى يبقى مريزه ودي الريف عند اجدادها مع اخوها بيير الزوم بصي قضوا 3 ايام لا تنسى. ماريا باسيلا جوني قضت النهار قرى مصيف جمع الفراوله والبيض. الله سيدو النيا مانجي اكلت كمان اوفولي الطيور. بيير اباسي بيير قضى سونتون وقته اناجي في العوم في البحيره في البطا. توبري قريب جدا من القريه. الله سي في ركب ايضا في تي تي ركب عجل جبلي انا فريق الغابه. في الغابة أبيكسي كوزان مع ولاد عمه توم وناتالين. طيب ماري وبيير وولاد عمهم اللي هم توم وناتالين هم بس يقضوا سهرة في لعب البلاي ستيشن. أبريل الرتور بعد العودة ماري وأخوها أمر كوندري قبلوا الواد دانيال جارهم في الحي اللي بي أم مونتري وريوا له ليرفتوا صورهم في المزرعة وفي الغابة أو في البحيرة. دانيال ممبا ما بيحبش الريف بارسكريبيات إذا سكل في حشرات برتو في كل مكان. تفضل ماري وناتالي ماري 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 ده البنت دي وناتالي دي بنت عمها ماشي سون ديوسر اخوات جيران من الحي توأم بنات عم. دانيال دلوقتي الاخير ما بيحبش الريف عشان النفي بابو الجو مش جميل هناك ان يابا مفيش سينما يلعب بير بيخاف الحشرات بيخاف الحيوانات لا هو بقى في حشرات. طيب بيير وماري ام بصياد السهره في مزرعه الجد
في اللعب مع اولاد عمهم في جامع الفراوله في مساعده اجدادهم، لا طبعا في لعب البلاي ستيشن، في لعب مع اولاد عمهم عشان هم قضوا السهره، قضوا السهره في لعب بلاي ستيشن مع مين بقى؟ مع العيال دي، مع اولاد عمهم. طيب بيير فين جيبلو؟ بيير ركب عجل فين؟ ركب العجل فين؟ فين يا حسين؟ في الفري في الغابة. بيير فين جيبلو ركب عجل في الحقول في قريب من البحيرة؟ البيست في الغابة، لا في الغابة. بيير واخته، بيير واخته ماري قضوا في الريف اقل من اسبوع، هم ثلاث ايام هنا ثلاث ايام، اقل من اسبوع، اسبوع اكتر من اسبوع، شهر اقل من اسبوع. الصبح ماري بصيه قضت الوقت، ماري الصبح قضت اليوم في جامع الفراوله ماشي، في اللعب بليش جامع فواكه، جامع فواكه انتهى. ننقل الى المواقف. فوزات دون ريون دي برودوي لتيه، انت في قسم منتجات الالبان تقول ايه؟ انا عايز سمك، انا عايز جبنه، عايز فراخ، عايز جمبري. لا طبعا عايز جبنه. فوترامي صديق فوترامون دي سالك سوكي فوزي بيه بتحب ايه في الريف؟ تقول له احب الذهاب للمسرح، احب امارس سكي، احب امارس اسكالاد بينها وبقى خلاص، بحب اجمع الفراوله. صديق فودو موندي سالك او فوزا ليه؟ ايوه انتظم عشان تعمل شوبينج، تعمل شوبينج في سيلف سيرفيس؟ لا في الفارماسي برضه لا، البيبليوتيك لا، يبقى في السوبر مارشي ماشي. فوزك سبتيه موافق على دعوة صديق عشان يلعب رياضة معاك، تقول له ايه؟ بيان سور بالتأكيد جو فو بيان، تنفع دي. متأسف صار المدير يعني تتقال في الاعتذار دي، صار المدير يعني مش مهتم بيها، جو معتذر بعتذر انا مشغول، الإجابة صح خلاص أول واحد. صديق فيديو موندي سألك سيكوريكيتاسيون فروسية تعني ايه؟ الفروسية تعني دي تعني سباق على الأقدام بالعجل بالخيل بالموتوسيكل، رقم الخيل حصان. يلا ليه بقى صفحتين لوحدها. فودو مندي تسأل عن سعر سوسيسون، السوسيس تقول ايه؟ 30 جنيه مصري، 200 جرام، صافي كومبيا، الياض السوسيسون طبعا صافي كومبيا، يعمل كام؟ الامتحان ده يا اولاد لما جه سنه 2020 كانت الاختيارات ثلاث اختيارات بس، ما كانش اربعه زي انا مزود الاختيار الرابع ده. وكانوا ثلاث اختيارات الموجودين دول ا وبي وسي بس. وده كانت غلطه فادحه من اللي حط الامتحان، عشان انت بتسال عن سعر السوسيس فتقول له 200 جرام، تقول له 30 جنيه مصري، انت بتسال عن السعر تقول ازاي 30 جنيه ماشي. فطبعا يعني المشكله بقى انهم عالجوا الخطا بخطا او بخطا اوحش منه. ايه بقى؟ اي اجابه الطالب بيختارها على اللي صح، اي حاجه كفته، اي حاجه باي حاجه يعني. طبعا الكلام ده ما ينفعش يعني، المفروض لا صح ولا صحيح، المفروض الامتحان بتراجع 100 مره، انت بتحابي حد مستقبل ومجهود طالب طول السنه، فازاي انت تيجي جمله زي دي كل الطلبه بتاخد نفس الدرجه؟ تتساوي اللي تعمل اللي ما تعبش ازاي يعني؟ المهم فترة بين صديقك فابرتيني هيسافر في لفرنسا، تقول له ايه؟ تقول له بون انيفرسير، بون فيت، بون فياج، بون انيفي، طبعا بون فيت بون فياج، مسافر. انت معجب ببنطلون صديق تقول لي ايه؟ ستري جولي جميل جدا، ايه حلوه دي؟ دي مودي مش على الموضه، دي مسألة ثانيه الجمله دي. مش وحش، قريب لبشع فظيع.
فودو مندي تسأل صديق أين يتدرب، يقول لك أين يتدرب، أين مش هقوله مع صديقي أو أصدقائي، كل يوم جمعة في الجيمناز 3 مرات في الأسبوع. لا طبعا فودو النية بتاعتي نصيحة لصديق جرمو شره مفجوع، تقول له ايه؟ ما تعملش واجباتك، كل كتير من المكرونة، ما تاكلش كتير، ما تعملش شوبينج، لا ما تاكلش كتير. فترة فريرة اخوك فودو موندي سألك اوفي تورناين وتمارس في روسيا، بتمارس في روسيا في النادي؟ لا، لوكور ده ملعب التنس ده، جيمناز على كمبري طبعا في الريف. بتسأل صديق اي رياضة شتوية بيحب، مدام شتوية بسكينس عشان الرياضة البيضة في اي وقت. ماشي، المواقف خلصت. ليفر سون اماسور، كتب تكون بتاعت اختي، كتب جمع ايه بس ايه. قال دي تستر تلفزيون، هي بتقرا التلفزيون، هي لا تشاهده ابدا. ما دام بتكرهه هي لا تشاهده ابدا. سوسوار هذا المساء جو نو اتسورتير بيه، مش تبغى برش. قال بيت هي ساكنه بعيد عن المدينه، المدينه كلمه مؤنثه يبقى دولار. تشيفا رايح سلم هذا المساء، رايح سلم هذا المساء وي تشيفا لبيبليوتيك تاريخ تنزل المكتبه بالقوى اللي بازا دون موا. بص بقى الامر هنا مصطلح مع مين؟ مع تشي. ما دام مع تشي بقى دي باي باي الاول. تون تاتي شنطه مذكره يبقى تون. تشي تليفون بتتصل ببنت عمك قصدي بصديقتك ويجي البي تليفون، نعم بتصل بها. ماشي يا بابا، يلا حبيبي. مونفرير بقر دي هيوصل من باريس، عايزين بوك ليه؟ السنه اللي فاتت، الخميس الجاي، امبارح، الشهر الماضي، الخميس الجاي لا بوكس ايتالي سبور. الملاكمه تكون رياضه، الوصف يقع على الملاكمه ولا على الرياضه؟ على الرياضه، رياضه مذكره يبقى فيولا. ماتير، ماتير كلمه جامعه مؤنث يبقى كل. في هنا فيرب نايس او اس. تشا نقط فيزيتي لا فيل داسوان يبقى ديجان. ليه بقى؟ عشان ده بسيكو مزيد. توجور بتيجي بقى بريزون مضارع. جامي تتحط جملة الإجابة مش السؤال. بازون كل حط في زمن بصيركم زين تحط في الإجابة برضه مش السؤال. إجابة مش السؤال. كلب وسو أي المشروبات، دي واحدة من تبعيات أفوار يا أولاد. واحدة من تبعيات أفوار. أي المشروبات اللي أنت اشتريت، المشروبات جمع مؤنث يبقى اشتريت. نادين فيان فير لا فيسيل. طبعا فيها وفير ده بصير لسان ناقص دو. مونبير اشتي بابا اشتري امبيل كرافات اسوا لا انسوا قصدي انسوا من الحرير. بابا اشتري كرافات جميله من الحرير عشان الماده الخام. جوفدريا اشتري، عايز اشتري مربع دولار. تمام حبايبي، ننتقل الى الأسئلة المقالية. كومبيان دو كور دي جيمناز، كم حصة جيمناستيك جمباز أو ألعاب عندك في الأسبوع؟ أي الملابس بتعتدي؟ ما شخصية مدرسة الجيمناز بتاعك؟ الجيمناستيك قصدي الجيمناستيك. قال له جي دو كور دو جيمناستيك، عندي حصتين ألعاب في الأسبوع. جو بورت أن سيرفيتمون بلبس ترينج. فور لا براتيكاش نمارس، مش دي زياده. مدرس الراجل ده ايه؟ سوسيابل اجتماعي. ماشي، وبعدين هو اكتر حاجه بتيجي دايما وصف المدرب ده سيمبا.
قبل اللقاء. ده موضوع يا جماعه كنا كاتبينه، فقلت لا يعني شيل الكتابه وانا احل معاكم بقى كده ايه، واقول لك بنعمل ايه بالظبط. هو بيقول لك الويك اند فوز عليه اوكلوب افيك فوتر فامي، فانا ممكن اقول له كده ابدا اول حاجه ده اقول له الويك اند جولو باس بقضيه اوكلوب في النادي افيك مع ما فامي عائلتي. كومون فو باسي فوتو جورني؟ بص بقى قسم اليوم لثلاث فترات وكل فترة عديها جملة. حلو؟ ممكن اقول لك بقى كده لو ماتان الصبح اون برون لو بتي دو جيني انسامبل. الصبح بناخد الافطار سويا، هنكون ده في النادي. بعد كده لابريمي دي بعد الظهر انجو وفوت افيك ليز امي حجر لي كلمه بالون. ماشي الفوق ام بالون يلزم كره بور لو براتيكين، يلزم كره عشان نمارسها. الصور في المساء انفا والسينما، بنروح السينما. في الاخر هو عايز كلمه تجريب انبص، بنقضي ان جورني او ان جور في اليوم. بس يا سيدي كفايه كده خلاص. نقول بقى كده في الويك اند جولو باس، الويك اند بقضيه في النادي افيك ما فامي مع العيله. لو متى الصبح امبرونو بتجري بناكل افطار ونصمت سويا انا والعيله يعني. لابريمي دي بعد الدور ونجو بنلعب او فوتبول افيك ليزامي مع الاصدقاء. الفوق امبالو يلزمنا كوره بورلو بريتكاش نمرس. الاسوار في المساء انفاق السينما بروح السينما. انبص انجور اجريال بنقضي يوم لطيف. حلو قوي بسيط. طيب الموضوع التاني بقى بوفيت لي كورس بتعمل شوبينج دونزان سوبر مارشي سوبر ماركت. اوصف مختلف الاقسام وماذا تشتري؟ بروتبي منتجات بري سعر براندر ياخذ. طيب جوفيت لي كورس بعمل شوبينج دون سوبر مارشي سوبر ماركت. اليوم كاتر اليوم في اربع اقسام. اوريون في قسم برودوي لتيه منتجات الالبان ورشيد بنشتري جوليه لبن وفرماج وجبنه. وفي قسم اللحوم ورشيد بنشتري دولافياند لحمه ايديول وفراخ. مفروض دي ما بتتجمعش، تجيبوا ليه؟ اوريون في قسم برودوي دولامير منتجات البحر بنشتري دي بوسو اسماك دي كريبيت جمبري. وفي قسم المخبوزات بنشتري كرواسون وباجيت وبان. بسيط سهل جميل جدا سهل اهو. ماشي كده يا اولاد خلصنا الامتحان الثاني، ننتقل بقى الى الامتحان الثالث.
ده امتحان ثانوية أزهرية 2020. ليه لو تكست تقرأ النص السبيبا التالي تويش وعزيزه مختار لابون ريبونس ليفربول لجيبت ريكلام صلاح مجلة عزي نادي ليفربول بيقول ان مصر ريكلام تستدعي صلاح بور لي جو اولمبيك للالعاب الاولمبيه. ابريزا بورجانيين بعد ان كسبنا لادينير كان اللي هي الكاس افريقي الامم يعني اللي هي كوب دافريك دي ناسيون اسمها كوب دافريك دي ناسيون. بعد ان كسبنا كاس افريقيا الامم اي سبحان الله دي موان دي للي اقل من 23 سنه ديفون سون ببليك امام الشعب او امام الجمهور. يعني مصر بعد ما كسبت كاس افريقيا امام جمهورها مصر حصلت على سومبيه تذكره الكومبيتيسيون التاهل في كرة القدم للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. كوم شاك سيليكسيون زي كل منتخب لفرعون الفراعنة يستطيعوا فير رابيل يعني يستدعوا تروبا جوكير ثلاث لعيبة كبار أجي عمرهم أكبر من 23 سنة من المنتخب الأول. يعني مدرب المنتخب المصري شوقي غريب اعلن يوم الاربعاء اوميكرو على ميكروفون اون سبورت كل فودري افوار ان يريد الحصول على النجم ليفربول محمد صلاح برمي لي جوار من بين اللعيبه. بالمناسبه هو ما جاش البطوله دي ولا جاش ما رضيش يروح او النادي اللي ما رضيش يمشيه ليفربول كار إليه توسن بالمون لان دي تروا ميير عشان هو يعني كار لانه اليه سوان بالما لا هو يعتبر واحد من ثلاث افضل لعيبه في العالم كله واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم. شوقي غريب السي دي قال ايضا جوني بازنكور برلي انا لم اتحدث بعد الى صلاح في ولكن صابر سيبرسي ولكن مشاركته مع الفريق فادو مندي MT4 هيتطلب مجهود شوية. محمد صلاح بيلعب دلوقتي في فريق ايه؟ ليفربول. ما تبقى قطعة تتقري كذا مرة عشان تفهم وتلاقي أسئلة سهلة جدا بتبقى حاجة بصحة رخمة. عشان كده أنا بتفائل لكم من قطعة تبقى مليانة شوية فيها كلام تقيل شوية يعني تلاقي أسئلة سهلة أوي. يعني انا محمد ده ممكن تجاوب على السؤال ده من غير ما ابص في القطعه نفسها. لادينير كان اخر بطوله لكاس افريقيا للامم 23 اقيمت فين؟ في مصر. امام شعبه في مصر. الالعاب الاولمبيه في طوكيو سوف تقام في سنه كام؟ ميل نفسهم بقى 1920 لا حول ولا قوة الا بالله. 2020 2030 2019 2020 في هذه الوثيقة بيتكلم عن فرق كرة يد ولا هاند بول ولا فولي ولا باسكت ولا فوتبول. مين شوقي غريب؟ لعيب في الفريق اشبال بتاع 70 سنة من سني على فكره شوقي غريب ولسه 50 زينا. شوقي غريب ده لعيب ولا هداف الفريق ولا مدرب الفريق ولا حارس مرمى؟ لا مدرب الفريق. اون سبور اسم ايه ده؟ اسم جريده مجله قناه تلفزيونيه نادي لا قناه تلفزيونيه طبعا قناه تلفزيونيه ماشي. تعالى اللي بعديها بيقول لك ايه؟ فيزيت دان جراند سنتر كوميرسيال زياره مركز تجاري كبير.
ازاي السر عامل 17 دي؟ كلمة دي غلط. أليكس راكونت بيحكي سوكي لافيه عمل ايه في الويك اند اتنين؟ ايه السؤال امبارح؟ بيقول جوسبيز عليه عن سونتون كوميرسيال عن جراند سونتون كوميرسيال الى مركز تجاري كبير افيك مي باروما عوريليا لاباو هناك جيفي شفت بكود ريستوران كثير من المطاعم فوالله لكوان دي بيتزا ها هو ركن البيتزا السي هنا بيطش دي ممكن نشتري ديليسيوز بيتزا بيتزا لذيذه جي اشتريت ملابس في محل جيم لكلور بحب الالوان الكلير الفاتحه الاحمر الاخضر والاصفر بابا بابا جرج عربيته في الباركينج ما شاء الله معلومه مفيده حلوه جدا صح بابا جرج عربيته في الباركينج معلومه فعلا كنا محتاجينها والله مش عارف وصلت الكوميرسيال في مركز تجاري امبير استطيع تو اشتري كل حاجه ديزل ماما مواد غذائيه ديفيد ماما لابس دي ليفر كتب دي فلور زهور نصب مونتري دخلنا في محل انفورماتيك كمبيوتر السي هنا ممكن تشتري اورديناتور جهاز كمبيوتر اكران شاشه سي دي سيديهات جو فيديو بلاي ستيشن اونفا في النهايه نوزافون فيزيتي زرنا ماجازان دي جوي محل لعب اطفال تريز انتريسون شيق ونتروف وجدنا فيه بكود جوي كثير من لعب الاطفال عربيات وكترات وبوبيه عرايس اسمها بوبيه اللي هي اسمها العرايس عروسه يعني يلا امبارح اليكس زار زار فقط محل ملابس فقط ولا محل العاب فقط ولا مطعم ولا مركز تجاري هو زار كله عشان يشتري اورديناتور عيله اليكس دخلت في مركز طبي دخلت محل ملابس محل كمبيوتر ولا محل العاب طبعا قرارات مدرسيه اليكس اشترى ملابس من اللون هو بيحب اللون الاحمر والاخضر والاصفر لا لا هو ده الاصفر والاخضر والاحمر لوبير الاب قال السي ترك عربيته فين في جراج عيلة اليكس بزيتية زارت اقل من محلين محلين فقط محل واحد فقط عديد عديد طبعا من محلات كذا محل في المركز التجاري يوجد سوبر ماركت طبعا وفي مواد غذائيه هنا بنتات الاحتمال لا طبعا ما نعرفش لا ده اكيد اهو في مواد غذائيه اهي والمواد الغذائيه دي كانت موجوده فين؟ سوبر ماركت ماشي ننتقل الى المواقف الله لكيب دو تون كاميرات فريق زميلك كسب الماتش تقول له ايه فريقنا هيكسب الماتش كل تهنئتي اهنئك فريق المصري كسب الماتش ما هو سبب الهزيمه اللي جاب خلاص نمره بيه ونيه ونبيل احنا في الشتاء النيش بتبطر تلج مامتك تقول لك يا حبيبي البس كاسكت كاب يعني البس الشيرت الفي شو الجو حر بره ممنوع الخروج ماشي ترزع في البيت اقعد ممنوع خروج بتوصف لبس الصديق تقول ان هذا القميص افلير روز بالمشجر وردي يعني البورت لابس جينز وتيشيرت وباسكيت ايه دي اللي جران يمشكليه طويل وبعضلات وصف لي لبسك لا طبعا بوربر بيش تجهز وجبه مش تعمل وجبه
الفوق يلزمك لسته الشهر لسته مشتريات هرم غذائي لسته مكونات مويان وترانسبور. لا طبعا لسته مكونات متجهز وجبه الكونه بايه مقادير. ماشي يلا نقلب الصفحه. يمديك تحدد او توضح طب السيو هوايتك شغفك تهتم بايه. بفضل عصير الفراوله الفواكه، بفضل السمك المشوي، بفضل اقرا قصص مصوره بروح مجازر. طبعا مهتم بيها بقى من الاقي بقى سيري مش مهتم بالاكل يعني. بتسأل صديق أين الأرنب يعيش؟ الأرنب بيعيش فين؟ تقول له أرنبة هي زوجة الأرنب. ما شاء الله معلومة مفيدة. الكلابيه الجحر إلى بيطار مسكن اللبين الأرنبة تنفع تعيش في الإطبل. الإطبل دي حصيرة الماشية البقر والجاموس. باكل الارانب بلطه. صديقك املي نفولك يعني لوك جديد يعني. يقول لك ايه؟ يقول لك انا رايح البيت، انا رايح المونتاني جبل، رايح ديفيلي دو مود عرض ازياء، رايح الكمبانيتا ولا عرض ازياء. تسال صديق او تطلب من صديق انه يتصل بيك هذا المساء. تتصل يعني تطلب من واحد صاحبك يتصل بيك هذا المساء. تقول له انا عايز اتصل بيك هذا المساء ولا اتصل بيا هذا المساء؟ اتصل بيا. انا لسه بتصل بيك التليفون عطلان. ماشي الاجابه رقم سي خلاص. دي معناها التليفون عطلان. تشيل اكسب ليك بتشرح تقول له مين صديقك؟ كومنت اللي فيك كومنت اللي كيفيه الذهاب الى الباتينوار. اوصف له ازاي يروح الباتينوار. تقول له نو مانجو باتو ما تاكلش ابدا. بحب اروح الباتينوار اعدي الكوبري اعبر الكوبري ولف يمين. دي صح دي. يجب تروح الباتينوار؟ لا طبعا. صديقك عايز يخس. خد بالك يا جماعه دي امتحانات زي الازهر دي تبقى معدله. انا معدلها لان الاختيارات عندهم ثلاثه بس. ماشي وغير كده كمان انماط الاسئله بتاعتهم انا بعدل فيها يعني. صديق عايز يخس تقول له ايه؟ ما تاكلش ابدا، استريح في السرير، العب رياضه وكل قليل. تنفع دي. كل كتير من الرز. لا كده انت عايز يضرب. صديقك تي ديفيني يعرفك لا فيرميل سباق سيارات. فيرميل يقول لك ايه؟ ده سباق عربيات هي دي ولا سباق على الاقدام ولا سباق عجل ولا سباق موتوسيكلات. صديقك ممكن يسالك اين اشتري الباتيه. بص بقى اختي الجمله دي كانت في امتحان السنه اللي فاتت بس كان صديق بيسالك اين اشتري البط المكرونه. البط كده مش البط اللي بتاكله يوم. مش البط اللي هو الطيور يعني. لا البط دي مكرونه. الباتيه دي اللي هو الباتيه سندوتش باتيه. فالبط دي منين؟ اللي بيشتريه محل بقاله. لكن البثيم منين؟ من البولانجري المخبز. فين هو؟ تمام حبايبي. ما تحاولش دايما تحط التاتش بتاعك عشان عارف بعضكم يحط التاتش بتاعه يقول لك بس مسيو ما انا ممكن اجيب البثيم من الحلواني. بيبقى عنده والله يا بس ويحلف. ما تحلفش الله يكرمك. جرامير. فونوا دو لا كونفيتير او بير. حلوه الجمله دي. انت مربى بالزبده بتحب تجيب ما تنفعش فيها دولار. بفيه تشرب؟ لا. بتاخد؟ بتفضل برضه بتفضل؟ لا عشان دي في العام بيقول دي تاكل رد فيني. يبقى بتاخد. تاخد مربى بالزبده. قال دي زشا اليا ما دام اليا انرمونزو ساعه يبقى ده بصير يصاب.
وما دام بصيني صح يا حبايبي يبقى فينير زي الدول زي المصدر اللي هو ده. يا سامي اغسل سنانك قبل ما تنام معفن يا حبيبي اهو بروستوا. اغسل سنانك قبل ما تنام بروستوا. ليه طبعا سوبروست مفيش امر معيل. ده هنا ينفع لو كان امر منفي وده امر مثبت. وطبعا ده برضه امر منفي. نهى ما بتاكلش ما بترتبش دولابها ابدا. يا نهى ما بترتبش دولابها ابدا. مسيو نعم. ما ينفعش اقول ريان. ما ينفعش اقولها نهى لا ترتب شيئا ما يسيئ دولابها. عارف لو في هنا او دانسور ارموار كانت تنفع ريان. مش معنى ترتب اشخاص الدولاب يعني. بازن كور ما تجيش مع البريزو ابدا. بازن كور جملتها بصيكم زي دايما. سيموني كيف فريقي اللي قال لها مصطفى دي قاعده على الفريق. الفريق المفرد ايه؟ مؤنث. ما دام مفرد مؤنث ياخد ايه الاكور ديت. يبقى انه فريقي انا شجعته امبارح في الاستاد. في الشتاء الفي فروا. في الشتاء الجو بارد عن الصيف ابرد يبقى بلو. عمتي خالتي اين روب عندها فستان نوار فيولي فير كلير بلون. لا فير كلير. ليه بقى؟ لان الفستان مفرد مؤنث. الفيولي مفرد مذكر والنوار مفرد مذكر والبلون مفرد مذكر. في الفير كلير الالوان المركبه ما بتغيرش. لوبيس لوتوبيس احنا نازلين. حلوه قوي 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 الجمله دي. يعني بصراحه يعني اشك انها تكون جايه في امتحان الازهر لانها عايزه طالب فهيم. حلوه الفيرب دو سوندر يا ولاد ينزل. بص يا حبايبي دو سوندر ينزل لو هينزل في مكان حرف الجر هو باشكاله. لو هينزل من وسيلة مواصلات حرف الجر ده يبقى اشكاله. يبقى الاتوبيس يعتبر مكان هينزل فيه ولا مكان ولا وسيلة ينزل منها؟ ننزل منها ياخد ده. يبقى الاتوبيس احنا نازلين من الاتوبيس. ومين المفعول بياخد حرف الجر ده؟ المفعول بتاع اللي المفعول بياخد تجزئة. المفعول بياخد تجزئة ده ضمير بتاعه ايه؟ جملة عبقرية. جملة حلوة أوي. يعني الجملة دي كفيلة بأنها تفرق مستوى الطالب المتميز عن طالب عادي. طيب تو فو كوم ديسير تريد كحلو. ماذا ولا هل ولا ماذا ولا كي؟ طبعا دي ما تجيش في أول الجملة أبدا. إلا لو بعد حرف جر زي أبيك أو أون أو دو أو أو كده. كي من؟ لا لا لا. هل يبقى كاس كمان. ماذا تريد كحلو؟ تشوف بابا لابسين مش عارف لابسين. سؤال منفي اجابته ايه؟ شيل دي على طول اول واحده. ودي روح زيها شيل. هيبقى مين بقى سيبله؟ انت مش تروح لابسين؟ قال انا بكره السباحه يبقى نو. الهي ربنا يا سيدك يا شيخ ما تستعجل وتتسربع وبالذات بنات. اول ما تشوف السؤال منفي اجري على سي. هضرب. جسويت افوار. اتمنى بيرب افوار ما يحصل على. اتمنى احصل على بنوت درجات جيده. دي سوا جامعه يبقى دول. ريباس ديفيد مو بيكوي هدومك. مين؟ مين بيكوي هدومك؟ الاسفريز الفراوله. انا سوف اشتري 2 كيلو منها. فوزافي كلك جوز. حلوه قوي الجمله دي الاخرى. حلوه حلوه حلوه. حلوه صحيح. طب نقعد لها بقى. بصوا اولا ده فيرب افوار. ايش كرسي يومي ده فيرب افوار مصرف. ما يجيش ولا فيرب مصرف ولا ده. هيتبقى ده وده. البرتسيب بسيط من فيرب لير يقرا بيبقى ليه. يبقى ده ما ينفعش عشان ده فيرب افوار عمره ما يجي وراه غير برتسيب بسيط. بس يطلع ده فوزافي دي كيلك شوز. هل قلت شيئا ما؟ شو تليفوني اتصلت ببنات عمك؟ يقول لا.
كتبت لهم ميل لورش، كتبت لهم بحب كثيرا الربيع، يبقى له بحب الربيع. حلو. دونك كيلري بقى في اي وجبه تاخد لحمه، وقوم بتشتري اين تشتري لحمه، كم مره بتاكل لحمه. الى اللقاء. هقول له جبرا. دولافيوند في الغداء ونشتري اللحمه وفضل جيبها يضمنها هنا هم بقى. قلنا له اشتريت نشتريها. انا بشوف محل الجزاره وشم مانجو باكل منها مرتين في الاسبوع. حلو. ماشي. شوفين عملت ابصيكم زين، عملت رحله مدرسيه مع فصلك في الريف. اكتب عملت ايه وما عملتش ايه. ممتي يركب بلونجي يغطس في تيتير الدرجات الجبليه. حلو. الويك اند الماضي جي في ان فواياج سكولير، عملت رحله مدرسيه مع الفصل بتاعي. نقطه. ونيطا ليه ذهبنا الى كامبانيا ريف؟ مفيش عرفاش يا ابني. رد بيه وبيكتب، مخه تعبان وبيكتب. جانب عليه انجليزي قوي وبيكتب. ونيطا ليه ذهبنا الى ريف؟ اون بيس تو بيس. ونا في بكود اكتيفيتي، عملنا انشطه كتيره جدا. نقطة. ونا في دي فيديو ركبنا عجل. ونيه مونتي وركبنا شيفال خيل. ونسيب رومينيه تنزهنا في الحقول ونهضوا النيقه مانجي ولا بقى اذني مو. حلوه كفايه. ده موضوع حلو جدا ومعمول نقاط قصيره وجمل بسيطه. حلو. ماشي. ودلوقتي يا حبايبي بقى كده الموضوع الثاني بيقول لك تو بارل دي بتتكلم عن تيز اكتيفيتي انشطتك اثناء الكتر سيزون الاربع فصول. استني 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 معلش حاجة علي حاجة علي ارجعي معلش انا غلطان ما ثبتش معلش. يلا في الصيف، في الصيف طبعا معلش يا جماعه اللي بيكتب برضه معلش في الصيف المفروض تصيفوا بعض. جوفيو برضه لامير بور فير دو لاراتاسيون باسكو المفروض فينا الشد حط الكومة اسمها ايه؟ ابو صرف باسكيل في شغل الجو حر. طيب في الخريف برضه نقطتين في بعض. جوريست لا ميزون باسكيل في لا في ايه؟ اليوم مش قايلها لك يا احمد؟ باسكيل يو جيبو يوك الرياح ايه اليو دي بريم برضو دي اكتب ان الموضوع ده بنفسي احسن بعد كده. بعد كده في الشتاء الفيف روح الجو برد ايه البرو بتمطر جيفي دي سكي باسكو ليو دو لا نيج. ماشي مفيش مانع. ماشي المفروض بس كنت في الاول هناك كنت قلت ايه جيفي على مونتاين بروح الجبل. ماشي تمشي. اوبرا دوفر ربيع جيفي او بارك بارسكول في بو ده جو جميل لوسيان كلير. ماشي انت كده خلصنا النموذج الثالث الحمد لله. لقاءنا ان شاء الله بقى مع ان شاء الله الحصه رقم 6 باذن الله والوجبه بتاعتها. الى اللقاء يا حبايبي. يلا قبل ما انسى كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد عشان هنتقابل ان شاء الله بعد العيد باذن الله. السلام عليكم.